من الاخر الكاتب سميتو احمد الصفريوي، الكتاب سميتو لابوات اميرفي، غتكونوا عارفينها بلا ما نحتاج نقول لكم، علبه العجائب، واحد طاسه صغيره فيها بزاف ديال الحوايج ما عندهم حتى معنى حتى قيمه، ولكن اللي داير ليهم هاد الشان هذا كامل هو سيدي محمد. احمد الصفريوي في هاد القصه هادي غيرجع بالزمن اللور الفاش كانت عنده 6 سنين، ما عندوش صحاب، واحد دري وحيد ساكن هو وامو لاله زبيده، واحد المراه زوينه الله يعمرها دار، وراجلها عبد السلام، ساكنين كلهم في دار الشوافه. دار الشوافه ساكنه فيها واحد الشوافه كانوا مسمينها خالتي كنزه. دار الشوافه ساكنه فيها حتى لاله رحمه اللي عندها بنت سميتها زينب، وهي كبر من سيدي محمد بعام، هو عنده 6 سنين وهي عندها 7 سنين. وسيدي محمد ما كانش كيحمل فيها الزغبه هاد زينب هاد. راجل لاله رحمه سميتو دريس العواد. العائله ديال سيدي محمد والعائله ديال زينب بجوج بهم مجموعين في دار وحده اللي هي دار الشوافه. هاد الدار هادي جات في واحد الزنقه مضيقه. المهم النمط ديال سيدي محمد هو انه كل نهار كيمشي في الصباح للمسيد باش يقرا القران. الفقيه كان كيقريهم واحد الفقيه اللي كبير في العمر وديما طالع عليه الزعاف. هاد المسيد كان في درب النواله، غتكونوا عارفينه. المهم سيدي محمد كيف ما عارفين حنا واحد الشخص اللي وحيد ما عندوش صحاب ديب، وهاد الوحده ديالو خلات عنده واحد الخيال واسع. هاد لابوات اميغفاي راه فكره من الخيال ديال سيدي محمد، فهو كان عنده مركب نقص، هاد لابوات اللي فيها الغلاقات والخرقات والصداف يعني غير التخربيق، ولكن هو رد منهم شخصيات اللي عندها قيمتها، فهو كان خالق واحد العالم ديالو بوحدو. واحد الحاجه اللي ما كانش كيحملها سيدي محمد واللي هي لو بان مور، الحمام. مو كانت ديما كديه الحمام وكيطولوا فيه بالسوايع، وهو ما كانش كيحملو وكيدوز عنده نهار خايب الا مشى للحمام. واحد الحاجه اللي لاحظها سيدي محمد في الام ديالو ووصفها لينا، على انهم من مورا ما كيجيو من الحمام كيرجعوا من الحمام كتبقى تعاود هي وصحاباتها على شنو وقع في الحمام، شكون اللي دابزات، كيفاش داز الجو ديال الحمام وداكشي. فهما ديما من مور الحمام كيتجمعوا العيالات اللي منهم لاله زبيده، ويبقاو يدويو على شنو وقع في الحمام، وكل وحده كتقول شنو دارت وحتى شنو شافت. وغيوصف لنا باللي لاله زبيده الام ديالو كانت ديما كتباها قدام صحاباتها بكونها من سلاله ديال الشرفه، وجدودها احفاد ديال الرسول وعندها الحساب والنسب. هي ديما كانت كتباها عليهم وكتقول لهم انا بنت النسب والحساب والشان والمرشال. مهم مادو شي حوايج وصفهم لنا سيدي محمد على الام ديالو. غيجي واحد النهار وغدابز لاله زبيده ولاله رحمه يعني الجارات، غيدابزوا على النوبه النشير ديال الحوايج، وبداو كيتعايروا ويتسابوا. فسيدي محمد كيوصف في القصه باللي تصدم من هذا الجيست، هذا تشوكا من السبان ديال لاله رحمه ولاله زبيده اللي هي الام ديالو. غادي تدوز هاد الواقعه هادي، وسيدي محمد غيكون عنده نهار 3 امتحان عند المسيد. غيجي نهار 3 وسيدي محمد ما بغاش يمشي حيت خايف ما يعرضش داكشي اللي حفظ العام كامل. سيدي محمد غيصطانع المرض ديالو. داك النهار جات عندهم واحد المراه كانت صاحبت لاله زبيده وجارتها القديمه اسمها لاله عيشه. هاد لاله عيشه هادي شافت لاله زبيده مقلقه، قالت لها مالكي؟ قالت لها سيدي محمد واقيلا بحال مريض حيت ما قدش يمشي للمسيد، ولكن هو سيدي محمد غير ما بغاش يمشي حيت خايف لما يعرضش داكشي اللي حافظ، ماشي مريض غير صطانع المرض. هنا لاله عيشه اقترحت على مات سيدي محمد انهم يزوروا الضريح ديال سيدي علي بوغالب باش تشرب الماء لسيدي محمد، داك الماء ديال الضريح علا وعسى يتشافى. بقات كتقنع فيها لاله عيشه، كتقنع فيها كتقنع فيها حتى خلاتها تمشي معاها، وقالت لها لاله زبيده مرحبا يلا نمشيو لهاد الضريح. مشاو للضريح وبقاو كيدعيو على داك سيدي علي بوغالب، وحق بركه سيدي علي بوغالب داوي لينا ولدنا، راه بغينا ولدنا يولي بخير. بقاو كيدعيو وخلاو سيدي محمد تما حدا الضريح تيدور،
فشاف واحد المشة وبقى تيقيس معاها تيقيس فيها حتى قمشاته، حيت داك الضريح كان عامر بالمشاش وجرحاتو مشى. لالا زبيدة تقلقات حيت شافت هو اصلا مريض وعاد زاد جرح جرحاتو مشى. مشى للدار وباه قال لمو ما تخليهش غدا يمشي للمسيد راه مجروح ومريض وما مشاش. فرح سيدي محمد من اللي ما مشاش، وفرح حيت جاتو مع العطلة النيت غيجلس يومين متابعة. الغد ليه فاقوا في الصباح وصبحوا على بعضياتهم الجارات يعني الصواب، وفاطمة البزيوية جارتهم اللي ساكنة حدا لالا زبيدة ساكنة أنفاس معاها جايبة سفنج لسيدي محمد. شوية غيجي دريس المتعلم ديال عبد السلام، ماشي دريس العواد راجل لالا رحمة، دريس المتعلم جا باش يدي ليهم التقدية لمرات سي عبد السلام لالا زبيدة مات سيدي محمد، ويدي السلعة من الدار للمعلم ديالو سي عبد السلام. فجا وصل التقدية وهز داكشي اللي كان خصو يهز ومشى في حاله. شوية جات رحمة وخنت داك الدباز ما بينها وبين لالا زبيدة، جابت لسيدي محمد واحد اللعبة على شكل فيل صغير وفرح به سيدي محمد، وزادوا على التويشيات اللي كان كيجمع في لابواط اميرفي. من بعد غيجي